اوكي هي هذا هو فيديو لجميع البنات سانسي واش ههو جوم أن يكون حول الفم الحبوب الاثار الحبوب سيكاتريس التقشير البرونزاج ديال لابيسين ديال هذه الفتره ديال الصيف مشينا للبحر تبرونزينا فخذينا داك اللون النساء فهاد الفتره ديال دخول مدرسي فهاد الفتره ديال اننا آه غادي نمشي نداو الاعمال ديالنا بطبيعه الحال والاشياء المعتاده عندنا الحمد لله ولكن ما كنبغيوش داك اللون السميمار ولا داك البرونزاج فكنبغيو نتخلصوا منه بلوس كنبغيو الترطيب لانه بطبيعه الحال نزولوا التصبغات ولا نحيدوا التجاعيد بلا ما يكون ترطيب فما كتكونش وصفه شامله ولا وصفه كامله مكموله فان شاء الله هاد لا فيديو ديال اليوم غادي نودعوا فيه شي حاجه سميتها السميرار أه كذلك غنحيدو الاثار التسبغات الحروق ديال الشمس الكحوليه اللي كتكون حتى في المناطق الحساسه في لي بارتي انتيم كاملين هاد لاغوسيت ان شاء الله غتبيضك وترجعك بالله راه عروسه ان شاء الله من اول وجديد بفضل المكونين كما تكونوا شفتوهم في الصوره المصغره واللي هما الخل والرازلين بالنسبه للخل كيبيض كيعالج التسبغات كيعالج جميع المشاكل اللي كتكون في الوجه وفي الجسم كامل وبالنسبه للفازلين كتعطي ترطيب عميقة البنات يعني عميق عميق من الاعماق ديالنا كترطب لكم لي بارتي انتي بالنسبه للبنات اللي عندهم الكحوليه عندهم الزرقية كذلك عندهم السيكاتريس عندهم بزاف ديال المشاكل فاحسن حل للبنات هو انكم تستخدموا الفازلين والخل يعني هادو بين احسن مكان في المكونات للتبييض بالنسبه لهذه هاد هذي هادي البنات فكما قلنا غنبيدو بلوس اننا غنعالجوا الكحوليه ولا التسبغات ولا الزروقيه اللي كتكون في المناطق الحساسه وعلى بركه الله نمر المكونات طريقه التحضير طريقه الاستخدام ولكن بليز غزالتي ما من اللايكات ديالكم اشتراك ديالكم سوغ ماشين مع تفعيلكم زر الجرس لكي تتوصلوا ان شاء الله بكل ما هو جديد وعلى بركه الله اول مكونين هما الخل بالنسبه للخل البنات عندي هاد النوعيه ديال الخل هو خل ديال المائده الملون كاين هاد وكين ممكن النوعيه وكاين خل التفاح وكاين نوعيات اخرى ولكن هادو هما الانواع المعروفين هاد النوعيه والنوعيه ديال الخل الابيض وخل التفاح اللي توفر عندكم استخدموه حتى خل التفاح ممتاز جدا لعلاج التسبغات عندنا الفازلين عندي هاد النوعيه الاصليه البيو هذه البنات الثمن ديالها واحد 23 درهم مغربيه ولكن زوينه وريحتها يا سلام يعني الريحه ديالها كتحمق ما شاء الله فغنحتاجو كما قلنا البنات الفازلين غنحتاجو الخل ديال المائده الملون او خل التفاح ولا على حسب داكشي اللي توفر عندكم وبالنسبه الفازلين آه غنبارطاجي معكم ولا غنشارك معكم بعض الانواع الرخيصه كاين بزاف البنات كيسولوني على الاشياء الرخيصه الاقتصاديه اللي تكون في المتناول ديال كل شيء فكاين هذه النوعيه اللي الثمن ديالها هو 40 درهم عفوا 23 درهم وكاينين هاد النوعيات هادو الثمن ديالهم غير خمسة ديال الدراهم بحال هاد النوعيه هادي ديال الفازلين ديال الكاكاو وهادي كنصح بها في الوقيته تشتا بشكل كبير ديريها انت ويدروها وليداتك كتصلح الشفتين ديالك اللي ديدات دي ديالك الكوعي المرفيقين يعني هاد النوعيه ديال الكاكاو كتحمق فكنصح بها كبار وصغار كذلك البنات كاينه هادي بالارغان هادي هي غزاله آه ريحتها ك... ما فيهاش الريحه هذه الصراحه يعني ريحه شي حاجه خفيفه عكس هذه البنات ديال الكاكاو, في تهبل يعني الكاكاو الريحه فيها كتهبل يعني ريحه الكاكاو الغامقه بالنسبه للبنات اللي كيبغيو هكذا الريحه ديال الكاكاو الزوينه فاستخدموا هذه ديال الكاكاو كما قلنا كاينه هذه بالاركان كاين كذلك بالتفاح كاين بالحامض كاين بالورد كاين بالخزامه أه صراحه الله ولاو أب.. 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 كيبدعوا فيهم بزاف فتبارك الله ولاو بزاف ديال الانواع بزاف ديال الاشكال باش بغيت الحال لغة اللي غتناسبكم فهي اللي غادي تاخذوا المهم البنات ديال السيترون ولا ديال الحامض انتم البنات كتصلح للشفتين لديدات الكوعين المهم اي بارتي بغيتي فقلنا هذه ديال الحامض قلنا هذه ديال البوم اولا ديال التفاح ريحتها هي يا سلام كتحب كتحمق وكتهبل وكذلك البنات كاينين بعض الانواع اخرى آه كاينين بالماس كاينين بزاف ديال النكهات كذلك الزرقاء انا نوريها لكم ها هي البنات هاد الزرقاء هادي كتجي ناتور طبيعيه 100% يعني ما فيها حتى شي ريحه بالنسبه للبنات اللي كيبغيو الفاز ما فيه حتى شي ريحه هاد النوعيه راه ممتازه حتى هي يا وهذا ما كان البنات بالنسبه لهاد النوعيات هذ راه فيهم حتى بالكاكاو فيهم حتى بالمسك كما قلنا بالورد يعني المهم كيبقى لكم دائما الاختيار بالنسبه ليا كما قلنا غنحتاجوا الفازلين غنحتاجوا الخل غادي نحتاجوا ان شاء الله بيض بيضه غاديش نحتاجوا الصفار اليوم في هذا لاغوسيت غنحتاجوا غير بياض البيض ان شاء الله غادي نحتاج ان شاء الله الحليب غبرة او لما يسمى بالحليب المجفف سواء هاد النوعيه هادي ديال نيدو او لهاد هاد النوعيه حتى دي هي ديال نيدو هاد لي ساشي صغار اللي كناخذهم صراحه لأطفالي او وليداتي كناخذ ليهم ديما هاد لي ساشي صغيورين كناخد حتى هاد الكبيره هادي بطبيعه الحال في الوصفات الطبيعيه كنستخدمها بشكل كبير فقلنا الفازلين قلنا الخل قلنا بيض بيضه قلنا الحليب غبره أو الحليب المجفف و غادي نحتاجو ان شاء الله البابي كويزين ولا البابي طواليط أي ورق الحمام اولا ورق المطبخ عندي هنايا هذه النوعيه هذه من الاحسن تكون نوعيه جيده باش الورق ديال هذيك النوعيه ما يتفرتش اولا ما يتتحتحش يعني يكون النوعيه جيده غنحتاجو كذلك البنات الى كميه من الارز هانتوما عندي هنايا هاد نوعية الرز زوينة آه كتبيض البنات واقتصادية ورخيصة كنا كنخدم طبيعة الحال الكمية اللي غتناسبني هنايا على حسب كل واحدة والكمية اللي كتاخد شفتوها وكنا حنحتاجو كذلك البنات العسل اخر حاجة هي معلقات ديال العسل هادشي اللي كاين بالنسبه ليا انا خديت غير هاد النوعيه عاديه طبيعيه زوينه آه ومن طبيعه الحال نتوما لكم حريه الاختيار ممكن تاخدي اه اي نوعيه توفرات عندك هذا مكان كان وعلى بركه الله هادي نمشيو باش نتعرفوا على الطريقه ديال التحضير من بعد ما تعرفنا على مقادير الوصفه اولا المكونات فاول حاجه غادي نحتاجها ان شاء الله هي بيض بيضه صفاره البيض غادي نحتفظوا به انتم حبيباتي ها هي بيض بيضة وغادي نضيفو لهاد بيضة بيضة هادي معلقة ديال الروز غبرة يعني الروز اللي كيكون كي مطحون جيدا كتاخدي كمية الروز على حسب الاختيار ديالك هاي معلقة ديال الأرز باودر هاد الشكل هذا وكنحاولوا ديك المعلقه ديال الرز نخلطوها جيدا مع ديك بياض بيضه نضيفه كميه من الخل غادي نضيفو معلقه ديال الحليب باودر اولا الحليب غبره الكميه دائما كتبقى اختياريه على حسب الرغبه غادي نضيف معلقه ديال العسل باش آه اخر حاجه ان شاء الله نضيفوها هي معلقه ديال آه الفازلين يعني كاخر حاجه كضيفيها في الوصفه ها هي ملعقه من, من العسل كما كان يعني عسل نحل حر عسل طبيعي عسل سكر اللي توفر عندكم فغادي تستخدموه ومن بعد غناخد معلقة الفازلين وغادي نستخدمها في الوصفه غنستخدم انا هذا ديال الاركان لانه كما قلت لكم بلاص ما فيهش الريحه كيجي طبيعي الناتور وكنحاولوا هاد المعلقه ديال الفازلين ذوبوها تماما يعني ما تبقاش هكذايا معجنه لانه فازيم صعب تخلط ماشي سهلة ولكن كتحاولي تسمعيكي جيدا باش هكدا تجمع ليك وتجانس ليك مع هاد المقادير كاملين أنتم البنات بقيت كنخلطها تقريبا واحد العشرة دقايق حتى كدوب ليا تماما ومن بعد ما كدوب كدوزي باش كتطبقي الوصفه طريقه التطبيق سهله كتاخدي هاد البابي كويزين ولا بابي جينيك المهم تكون نوعيه ممتازه باش هكذا ما مي... ميت... ما يبداش يتحتحت وتقطع كناخذوا هكذا جوج طروفا مزيان بحال هكذا كتاخدي الطريف الاول مع الثاني وكتبداي تطبقي على الوجه ديالك حتى كتكملي غنوريكم بهذه الطريقه هذه مش كيتبت نصفة سهلة مهلة. كنعاودو ناخدو تاني جوج ديال القطع حتى كنكملو نتوما حبيباتي او كنخليو هاد الوصفه هادي آه كتنشف اولا كتجف لمده ما بين 10 حتى 15 دقيقه من بعد ما كتجف كتغسلي المنطقه جيدا وبالصحه والراحه هادي هي الوصفه ديال اليوم ديال الفازلين والخل لعلاج التجاعيد آه كذلك تخلص من الخلايا الميته لي الرؤوس السوداء اي مشكل عندكم في الوجيه ديالكم غادي يزول شاء الله بفضل هذه الوصفه هذه لانه فاش كتزوليها بهذه الطريقه انتم حبيباتي فاش كتزوليها الا ما تقطعتش لكم الورقه كما قلنا انتم حتى الوسخ كيبان لكم كله نزل في هذيك الورقه انتم حبيباتي يعني هذا الورق هذا من بعد ما كينشف وكتزولي غير بسلاسه وبكل سهوله باش هكذا ما يتقطعش لك الورقه ديالك لانه لا تقطعات ما غتنجحش معاك 100% فخص غير بشويه باش هكذا تنجح معكم ان شاء الله كاملين وكاملات وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه يعني كيولي داك الوسخ ودوك لي بوان نووار دوك التقشبير كلشي البنات كينزل ليكم فهاد الورقه ما كتلاحظوهاش كيما كانت في الاول باللون الابيض كتبان ليكم باللون القهوي كز يعني كتولي كلها وسخ وكلها خلايا ميته وكلها لي بوان بالنسبه للتجاعيد البنات راه ما شاء الله بيض البيض وكذلك حتى صفار البيض راه معروف لا في التبيض ولا في علاج التجاعيد مهما كان العمر ديالك مهما كان لاج ديالك غتبيضك وترجعك ان شاء الله بالله عروسه ان شاء الله من اول وجديد بالنسبه للتصبغات نمشوا الكلف حتى الزغب اولا الشعر ما كيبقاش يعني داك الخ... اللي كيكون مثلا في الوجه كيكون مثلا كذلك في منطقه فوق الشفايف يعني كيكون في بزاف ديال المناطق في الوجه فراه ما كيبقاش البنات ممكن تستخدمها حتى على اليدين او تطبقها على اليدين ولا على اي منطقه اخرى نتمنى هذا الفيديو يكون خفيف درافع على قلوبكم وما تنساوناش البنات من اللايكات ديالكم والاشتراك ديالكم طبيعي الحال اللي كيتوصلوا بكل ما هو جديد وغادي نتلاقى معكم ان شاء الله في فيديوهات مقبله الى اللقاء